السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا في الماس ترانسفير اوبريشنز هو تو فيلم ثيوري في الجزء الأول من المحاضرة الثامنة. كما نلاحظ من عنوان المحاضرة تو فيلم ثيوري هي امتداد للمحاضرة السابقة اللي أخذناها وتعرفنا على أول نظرية تم استنباطها من قبل العالم، حيث يقوم بتفسير ظاهرة انتشار تحت مظلة نظرية فيلم ثيوري، وهي تكوين طبقة تدعى بالفيلم على سطح المائع، وهي طبقة يمكن أن تكون افتراضية، حيث أن هذه الطبقة يمكن أن تكون بسمك سيجما. هذا السمك هو يكون قليل جدا، لا يمكن العفو قياسه بسهولة. الآن النظرية الثانية هي تدعى بالترم تو فيلم ثيوري، وهي عملية فصل تنتج نتيجة حدوث اتصال أو كونتاكت بين مائعين، عادة يكون أحدهما غاز والثاني سائل، أو يكون المائعين هم two liquids immiscible، يعني غير قابلة للخلط أو الذوبان فيما بينهم. هذه النظرية تم استنباطها من قبل العالم وايتمان في عام 1923، حيث هنا فسر بأنه سوف يتكون فيلم على طرفي المائعين اللذان يكون أو الذي يعني كان يكون بينهما الانتشار، أو المائعين اللذين يكون بينهما التلاصق الكونتاكت، حيث سوف تتكون طبقة فيلم على الطرف الأول من المائع الذي يكون عادة أما غاز على الأغلب أو سائل، وتتكون فيلم ثاني على الطرف الثاني من المائع الثاني أو اللي هو يكون عادة سائل. هذا التفسير أخذ صدى واسع جدا لتفسيره بين المائعين سواء كان غاز أو سائل أو سائلين، وطبقه عادة في حالة جريان الماء عندما يكون لامينار أو turbulent. وفقط هنالك بعض الاختلافات حدثت عندما يكون الجريان جدا عالي، أو عندما تضاف بعض المواد اللي تدعى بالsurfactant للمائع، وهذه المواد سوف تستقر على الانترفيس، وبالتالي تفسيرها يكون غير تفسير الاعتيادي. راح ناخذ الحالة في حالة إذا كان عندنا gas liquid case، يعني الغاز في حالة contact ويامن مع الليكويد. إذا نفترض بأنه عندنا وصول حالة الثباتية steady state في عملية انتقال غاز يدعى بالمادة A، وعملية الانتقال هذا الغاز عن طريق الانترفيس إلى وين؟ إلى الطور السائل. راح نشوف بأنه هذا الغاز يتعرض إلى منطقتين resistance مقاومة لعملية الانتشار من قبل الغاز ومن قبل السائل. هنا راح يفضل بأنه أشرحها على الرسم، يكون أفضل وصورة واضحة لكم طلاب. نلاحظ اللي موجود هنا طلاب على الطرف الأيسر من الرسم اللي هو A، هذا طلاب، هذا اللحظة شنو بيه؟ اللحظة من الطرف الأيسر يحتوي على الغاز فيس، الغاز فيس اللي هو رمزنا له بالمادة A. هذا الغاز فيس هو اللي راح يصير به عملية الانتشار. قبل ما نبدأ بعملية الانتشار خلي أشرح شوية على الظروف
هذا الغاز. الغاز فيس عادة يكون لنفرض بأنه هو يكون بيور مثل ما فرضنا سابقا. البيور معناتها التوتال بريشر للمحيط هو نفسه حيكون للبارشال بريشر للغاز اي. التركيز الاولي او الضغط الاولي هنا رمز له بال بي اي بي اللي هي بارشال بريشر للمادة اي بالك، اللي يقصد بالبالك اللي هو حجم الغاز يعني المكون، او يرمز له بال بي اي نوت. بي اي نوت هذا هو الضغط الاولي او التركيز الاولي للغاز. عندنا شنو؟ عندنا منتصف الرسم اللي هو هذا اللي بالازرق، هذا رسمته بالازرق لانه قلت بانه هذا هو راح يبدي هنا للمائع اللي هو عاده يكون ليكويد. راح يبدي الغاز اي يبدي يتجه الى الليكويد حتى تحدث عمليه الانتشار. يوصل إلى منطقة معينة، يوصل إلى منطقة معينة تكون قريبة جدا من سطح المائع. هاي المنطقة سمكها لنفرضها هي سيجما، نفرضها هي سيجما. من يوصل إلى المنطقة المعينة إلى لنفرض هذا الحد، هذا الحد يبدي إلى أن يقترب من المائع من الليكويد العفو، راح تبدي الكونسنتريشن تركيز الغاز اي اللي يريد ينتشر بالسائل يبدي بالانخفاض، لان احنا المصدر مالتنا بالبداية هذا. كل ما احنا هو عادة كل ما نبتعد عن المصدر يبدي التركيز يبدي يقل، بس احنا نوصل نقول الى مرحلة معينة الى قريب من السائل يلا يبدي عندنا يقل. فنلاحظ هنا بانه التركيز الغاز اي بدأ يقل الى ان يوصل ويلتصق على السطح السائل، يتحول التركيز اللي هو على صيغة الضغط يتحول PAI، يتحول PAI. اذا ال PAI هو البارشل بريشر للغاز المنتشر على سطح السائل. اوكي، كل هذا الانخفاض بالضغط او بالتركيز ضمن طبقة الفيلم اللي موجودة من صفحة الغاز. لاحظنا بأنه الفيلم راح تتكون، أول فيلم راح يتكون من صفحة منو؟ من صفحة الغاز. ولما التصق الغاز على سطح السائل في حالة التوازن at equilibrium راح يتحول، لازم نشير الى الغاز بدلالة هالمرة التركيز، لانه شنو صار؟ بانه هذا الغاز صار مذاب على سطح السائل، فتحول بدلالة الضغط الى دلالة التركيز، راح نقول له CAI. CAI اذا CAI هو تركيز الغاز المذاب على سطح السائل. وراها كل ما يبدي ينفذ الغاز الى راح يبدي ينزل وين؟ راح يدخل داخل السائل. كل ما نبتعد وندخل داخل السائل راح التركيز طبعا يقل الى ان نوصل الى مرحلة التركيز راح يبدي يثبت، وكل ما ندخل جوه التركيز ثبت الى ان اي منطقة في داخل السائل يكون تركيز الغاز المذاب هو شنو؟ CA bulk. CA bulk. بس هاي البي الموجود اللي هو CA bulk اقصد بها تركيز الغاز المذاب في داخل السائل، بس هاي البلك الموجودة البي تختلف عن هاي البلك اللي موجودة وين؟ بالضغط اللي هو هذا، وقلنا هذا PA bulk B. البلك اللي يقصد بي ك عندنا نوع من البلك، بلك للليكويد وبلك للغاز. اوكي، هسه عندنا نكمل الشرح مالتنا بانه احنا هذا السائل من كان على السطح، يعني السائل اللي هو على السطح من بدا ينفذ به الغاز والغاز لاحظناه تركيزه بدا يقل الى ان وصلنا الى مرحله النقطه اللي هو تركيزها ثبت، فهذا المسافه هي الفيلم من جهة الليكويد،
هي طبقة الفيلم من جهة الليكويد اللي أيضا سمكها هي شنو؟ سيجما. فإذا المسافة من سطح السائل إلى وصول تركيز الغاز إلى الثباتية، هذا هو ضمن طبقة الفيلم من جهة السائل، وراها كل ما ابتعدنا راح يثبت عندنا التركيز. فلاحظنا من خلال هذا الرسم بأنه راح تتكون عندنا طبقتين، طبقة اللي هي تدعى بالفيلم، طبقة من جهة الغاز وطبقة من جهة الليكويد. عند هاي الطبقتين هي راح يعاني من عندها انتقال الغاز أي من مقاومة إلى أن يقوم ينتشر في داخل السائل. سمك هذه الطبقة هي سيجما، تختلف من جهة الغاز عن من جهة السائل. فإذا هذا هسه عرفنا عملية انتقال الغاز إلى داخل الليكويد ضمن نظرية التو فيلم ثيوري. نلاحظ طلاب هسه راح ناخذ المعادلات اللي تفسر لنا كل منطقة كيفية نوجد معادلة الانتشار اللي هي الفلكس لكل منطقة مخصصة إلها. نلاحظ من الرسم اللي رسمته البسيط هناك قدامكم اللي هو بالألوان بأنه نفس الرسم اللي موجود بالفيجر السابق بالسلايد السابق. نلاحظ من جهة اليسار الرسم هو مؤشر على شنو؟ غاز، يعني منطقة الغاز اللي هي هذا كلها هي هاي منطقة الغاز. هاي منطقة الغاز طلاب شلون نفسر معادلة الفلكس اللي يصير بها الانتشار؟ هسه ناخذ في حالة إذا كان الانتشار يحدث من الغاز إلى السائل ومن السائل إلى الغاز، يعني الميكانيكية مالتي اكيومولار كاونتر ديفيوجن. شلون أفسرها؟ هسه تفسر بالمعادلة رقم 5 اللي هي شو تقول؟ الفلكس شو يساوينا؟ يساوينا الكوفيشنت الثابت اللي بما انه احنا دي نشتغل في الطور الغازي اذا لازم اخذ هو شنو؟ كي جي، لانه انا دي اشتغل بالمنطقة الغاز، هاي المنطقة الغاز ومكتوب عليها غاز من الطرف الايسر من الرسم، بما انه غاز اذا الكوفيشنت مالتي حيكون كي جي. بما انه هسه دا اشتغل الميكانيكية مالتي هي اكيومولار كاونتر ديفيوجن، اذا معناتها انا اخلي لها شنو؟ للكوفيشنت الكي جي اخلي لها داش. اوكي، مضروب في الدرايفنج فورس للبرجر اللي هو الابتدائي ناقص النهائي. الابتدائي مالتي هو بي اي بالك البارشل برجر للبالك ناقصا لين وصلنا للسائل اللي هو PAI. هاي المعادلة معادلة رقم 5 تفسر لي عملية انتقال الغاز في حالة الاكيومولار كاونتر ديفيوجن بالنسبة لمنطقة الغاز. إذا استخدمت الميكانيكية الثانية في حالة إذا كان الانتقال ماتي عندي شنو؟ نون فولاتايل ليكويد، يعني اليونيمولكلر ديفيوجن اللي هي الميكانيكية الثانية، يعني السائل ما ينتقل، فقط الغاز ده ينتقل للسائل. إذا التفسير عملية الانتقال لفلكس مالتي حتكون المعادلة رقم 6، هي نفس المعادلة نفس المعادلة، فقط الاختلاف بها حيكون هو شنو؟ قيمة الكوفيشنت اللي هي الكي جي، حيث ان بالميكانيكية الاولى كانت كي جي داش والميكانيكية الثانية حتكون كي جي، هي ليست فقط شكليا وانما مضمونا لانه حساب الكي جي داش يختلف رياضيا عن حساب الكي جي بدون داش، وما اخذنا بالمحاضرة السابقة. اذا هسه فسرنا عملية الانتشار الغاز ضمن منطقة الغاز فيس، ضمن منطقة الغاز فيس فسرناها واستخدمنا الميكانيكيات الاثنين، الميكانيكية الاولى اكيومولار كاونتر ديفيوجن بالمعادلة رقم 5 والميكانيكية الثانية بالمعادلة رقم 6 اللي هي في عملية انتقال الغاز فقط وليس السائل. أريد أعطي صورة ثانية للمعادلة رقم 5 و 6. المعادلة رقم 5 والمعادلة رقم 6 بدلالة البارشل بريشر، إذا أريد أحولها بدلالة المول فراكشن
معروفة شلون تتحول البرجر يتحول. البرجر عادة البي ايش يساوينا التوتال برجر مضروب بايش؟ مضروب في المول فراكشن للغاز اللي هو بشكل اللي هو الواي فراكشن. فيتحول كل بي موجود داخل القوس فيتحول الى معادلة رقم 7. وعادة فتحولت، لاحظ البارشل بريشر تحول الى شنو؟ الى مول فراكشن. بس هنا اكو طلاب هذا خطأ، المفروض هسه هنا الكي جي مضروب في التوتال بريشر، مضروب في التوتال بريشر، لان طلعنا التوتال بريشر خارج القوس، فكي جي مضروب في التوتال بريشر، وعادة الكي جي في توتال بريشر راح يطلع لنا الكي واي داش. نفس الحالة بالنسبة للمعادلة رقم 6، ايضا اطلع التوتال بريشر ورا ما اعوض البارشل بريشر، هو التوتال بريشر لكل بارشل بريشر مضروب في المول فراكشن الى، اطلع التوتال بريشر خارج القوس واضرب الكي جي في التوتال بريشر، فمعناته هذا ليس في المقام وانما في البسط، فالكي جي مضروب في توتال بريشر، والكي جي في توتال بريشر هو شنو؟ كي واي. هاي المعادله رقم 8 للميكانيكيه الثانيه. إذا حصلنا على صورتين لعملية انتشار الغاز في منطقة الغاز. هسه طلاب نفس الحالة راح اتبعها بالنسبة لمن؟ للليكويد، اللي هي المنطقة اللي موجودة على يمين الرسم، اللي هاي المنطقة طلاب، لأنه ما راح أعيد الرسم بالسلايد الثاني بس أتخيله. ألاحظ هنا في حالة بدايتي حنبدي أكمل، يعني وين وصلت؟ وصلت على سطح السائل. سطح السائل مين يبدي الكونسنتريشن؟ من السي اي اي. وين ينتهي؟ ينتهي بالسي اي بلك عند اللي هو من يثبت، فيبدي سي اي اي هالمرة وينتهي سي اي بلك. فلاحظ هسه السلايد، في حالة الليكويد فيس المنطقة اللي دا اشتغل عليها هي الليكويد فيس، اللي هي الطرف الأيمن من الرسم. عندنا راح تتكون معادلة رقم 9، اللي هي في حالة إذا كانت الأكويمولار كاونتر ديفيوجن، يعني الغاز ينتشر بالسائل والسائل ينتشر بالغاز، فالفلاكس شي يقول؟ يقول الكي ال لأنه سائل، فخلينا الكوفيشنت بدلالة الليكويد كي ال، وبما أنه هو أكويمولار كاونتر ديفيوجن راح أخلي له شنو الكوفيشنت؟ أخلي له داش. مضروب في مقدار التغير الكونسنتريشن، مثل ما قلت لكم بانه الكونسنتريشن راح يبدا من السي اي اي اللي موجود على سطح السائل وينتهي بالاخير الى الكونسنتريشن الموجود في داخل السائل عندما يثبت، اللي هو حيكون سي اي بالك، فيكون مقدار التغير من سي اي اي الى سي اي بالك. الميكانيكيه الثانيه اللي هي يوني مولر ماس ترانسفير او يوني مولكولار ديفيوجن، اللي هي السائل ما ينتشر بالغاز، فقط الغاز اللي ينتشر، حيكون عندنا اللي هو شنو؟ حيكون نفس المعادلة رقم 9، بس بأنه الثابت راح يتغير، اللي هو من KL داش إلى KL نفسها، بس طبعا حساب مثل ما قلنا الكوفيشنت حيكون يختلف. نفس الشيء طلاب مثل ما سوينا بالغاز، أقدر المعادلتين التسعة والعشرة أحصل على معادلة 11 و12 بصيغة ثانية، لأن المعادلة 9 و10 بدلالة الكونسنتريشن أقدر أحصلها بدلالة المول فراكشن اللي هو الإكس، لأنه إحنا دا نشتغل من جهة السائل، فالمول فراكشن هو إكس، فمعناتها الكوفيشنت عفوا الكونسنتريشن أحوله بدلالة المول فراكشن. هذا شلون أحوله؟ إحنا نعرف بأنه الكونسنتريشن مثل البارشل بريشر، شو يساوي الكونسنتريشن للمادة؟ عبارة عن التوتال كونسنتريشن مضروب بيش؟ اكس اي المول فراكشن للسائل. هذا السي اي اعوضه وين؟ داخل الاقواس، اطلع التوتال كونسنتريشن عامل مشترك، حيكون مو بالمقام، العفو هنا اكو خطا، حيكون وين؟ حيكون بالبسط، حيكون بالبسط، هاي المعادله وهاي المعادله، فالكي ال داش حيكون مضروب في التوتال كونسنتريشن، والتوتال كونسنتريشن والكي ال داش حيتحول الى كي اكس داش، والكونسنتريشن
حتكون الكونسنتريشن تكون بدلالة المول فراكشن. نفس الحالة في حالة الميكانيكية الثانية، ال KL هالمرة حيكون مضروب أيضا مضروب في التوتال كونسنتريشن، وال KL في التوتال كونسنتريشن حيكون KX. هاي الصيغتين للقوانين هي فقط مثل ما قلنا في الجزء السائل اللي موجود على يمين الرسم. فهسه تعلمنا طلاب، تعلمنا شلون نحسب قيمة الفلكس على طرف الغاز وطرف الليكويد. بقت لنا منطقة واحدة، أريد نعرفها شلون نحسب عملية الانتشار. هسه طلاب احنا نريد نعرف الانتشار وحساب الفلكس في المنطقة الثالثة. هسه تقولون ياهو المنطقة الثالثة؟ طلاب احنا مو قلنا بانه الطرف الايسر من الرسم كان هو عبارة عن غاز، والطرف الايمن من الرسم هو عبارة عن ليكويد، وكان سطح الليكويد هو هذا حد الليكويد، وكانت تتكون عندنا تو فيلم ثيوري اللي هاي من جهة الغاز وهذا من جهة الليكويد، وكانت عندنا عملية انتقال الغاز هنا يوقف، وبعدين اللي هو منو قلنا PAI، وبعدين يتحول على سطح السائل الى شنو، الى CAI، وبعدين ايضا ينزل، وبعدين يثبت الى منو CA bulk. وهنا عادة مثل ما قلت لكم هو الـ PA bulk من جهة البالك. المنطقة الثالثة اللي دا نتكلم عنها هي هاي المنطقة، منطقة الانترفيس، هي هاي المنطقة. هاي المنطقة شلون نحسبها التراكيز والمول فراكشن في داخل هاي المنطقة؟ لأنه طلاب هاي المنطقة هي منطقة تكون الفيلم مالت، احنا قلنا السمك مالتها جدا قليل، وبالتالي من الصعوبة حسابها. وضعوا هي هاي بسبب هاي المنطقة هو وضعوا الحسابات مالتها. فشلون نحسبها؟ ضمن هاي المنطقة الثالثة نستخدم قانون هنري، لحساب الكونسنتريشن او المول فراكشن ضمن هاي الطبقة. قانون هنري احد الصيغ مالته متمثل بالعلاقة رقم 11 اللي هي الكونسنتريشن اللي هي I للغاز A يساوي لنا ثابت هنري مضروب في البارشل بريشر اللي هو PAI. فاذا صارت عندنا هاي المعادلة نستطيع حساب الكونسنتريشن على شكل سائل الغاز مذاب ضمن السائل، او البارشل بريشر اللي هو من ضمن الغاز الغاز فيس. المعادلة رقم 5 سابقا اللي اخذناها لحساب الفلكس، والمعادلة رقم 9 والمعادلة رقم 11 هي عادة تستخدم لحساب الانتشار ضمن هاي النظرية اللي هي نظرية الفيبر ليكويد ماس ترانسفير، يعني عندنا فقط في حالة الغاز سائل. اوكي، هسه عندنا موضوع ايضا ثاني المفروض نتطرق اليه اللي هو ات اكوليبريوم، يعني عملية الانتشار تحدث عادة الى ان توصل الى شنو، الى حالة الاتزان. حالة الاتزان بين من وبين من؟ بين الغاز والسائل. شلون نحسب معادلة نستطيع من عندها حساب حالة الاتزان بين السائل والغاز؟ ومن اقول حالة الاتزان بين السائل والغاز اقصد بيه المول فراكشن لعملية الانتقال من الطور الغازي اللي هو الـ Y الى الطور السائل اللي هو الـ X. ترى الـ Y والـ X هي مول فراكشن لنفس الغاز المنتشر اللي هو الغاز A مثل ما قلنا. شلون نوجد هاي العلاقة اللي تدعى بالإكوليبريوم إكويشن، تدعى إكوليبريوم إكويشن، معادلة الاتزان. أيضا نبدأ بيها بشكل ثاني لمعادلة هنري اللي هي معادلة رقم 12.
هالمرة شي يقول لي معادلة هنري اللي هو البارشل بريشر للمادة A يساوي ان الهنري مضروب في المول فراكشن للغاز A. هذا هو معادلة هنري. أنا أريد أربط علاقة بين المول فراكشن Y والمول فراكشن X، فإذا لازم أحول البارشل بريشر إلى شنو؟ إلى Y. أنا أعرف بأنه البارشل بريشر شي يساوينا مثل ما إحنا أخذناها للمرة ما أعرف إيش قد، البارشل بريشر يساوينا التوتال بريشر مضروب في المول فراكشن. فعوض هاي البارشل بريشر، هاي العلاقة وين عوضها؟ عوضها هنا، فصارت العلاقة بدلالة الواي. وقال التوتال بريشر أحوله للطرف الأيمن من المعادلة، فتحولت معادلة رقم 13 إلى معادلة رقم 14. لاحظوا بأنه التوتال بريشر تحول إلى الطرف الأيمن المعادلة. الثابت على التوتال بريشر خلوه هو شنو؟ M. فأصبحت العلاقة شي يساوي لنا Y يساوي لنا M في X. هاي هي equilibrium equation، هاي هي equilibrium equation اللي هي معادلة الاتزان. عادة من أريد أعبر عن معادلة الاتزان طلاب، هاي مهمة. أريد أعبر بأنه أريد أطلع اتزان المادة A، المول فراكشن المادة A خليت له ستار، معناتها اتزان أو قيمة المول فراكشن للمادة A بالطور الغازي في حالة الاتزان شي يساوي لنا M في X. الإكس ما خلي له شنو؟ ما خلي له ستار. أما إذا أريد بالعكس، الإكس هالمرة في حالة الاتزان الإكس أخلي له ستار، الواي ما خلي له ستار. فأما الواي عليها ستار أو الإكس عليها ستار، فإذا معادلة الاتزان تحدد بالمعادلة رقم 16. المعادلة رقم 16 هاي المعادلة أقدر أن شو أسوي لها؟ أقدر أن أرسمها. عادة معادلة، أي معادلة يمكن أن ترسم. ترسم شلون؟ بين من وبين من؟ مثل ما هي مبينة بين الواي والإكس، بين الواي والإكس. أعطى قيم للإكس راح أوجد شنو؟ واي. في حالة إذا كان المحلول المستخدم في حالة السيستم مالتي هو تركيز، فالرسم حيكون شنو؟ كيرف. حيطلع لي شنو؟ كيرف. اوكي. اما في حالة اذا كان المحلول مالتي مخفف حيكون يطلع لي شنو؟ لاين. يطلع لي لاين. اذا الاحمر اذا كان شنو؟ concentrated solution. اما الاخضر إذا استخدمت محلول مخفف فإذا معناتها راح يطلع لي diluted solution. أوكي. فهذا هو شكل معادلة الاتزان إذا رسمته. إحنا شنو الهدف من عند الطلاب؟ مثل ما قلت لكم سابقا بأنه أني المول فراكشن اللي هو إذا تتذكرون الرسم مالتنا قلنا هو رسم بأنه هذا وهذا هو الفيلم ثيوري مال الليكويد وهذا هو الفيلم ثيوري مال الغاز. هنا ضمن هاي المنطقة، الواي اي والاكس اي اللي هي شدني المول فراكشن للغاز وللليكويد، تدعى هاي المول فراكشن. تعرفون شو يدعى؟ يدعى بالانترميديال انترفيشيال مول فراكشن، انترفيشيال مول فراكشن اللي هي المول فراكشن على السطح. هاي صعبة نحسبها، فلهذا وضعوا هاي النظرية. شلون راح نبدي نحسبها؟ هسه راح ورا ان شاء الله بالجزء الثاني والثالث من هاي المحاضرة راح نعرف نحسب قيمة الـ YI والـ XI. أوكي؟ إحنا درسنا هسه بأنه تعرضنا في حالة الـ Equimolar Counter Diffusion والـ Unimolar Diffusion. وين نلاحظها بالـ 2 Cases هاي؟ هاي الـ 2 Cases نلاحظها وين؟ في حالة الـ Equimolar Counter Diffusion نلاحظها في وحدة تدعى بالـ Distillation اللي راح ناخذها إن شاء الله بالكورس الثاني اللي هي أبراج التقطير. أما
الميكانيكية الثانية اليونيمولكيولار كاونتر ديفيوجن هي بالوحدة اللي أيضا تدعى بالأبراج الامتصاص اللي هي absorption. أوكي؟ هاي المحاضرة تعتبر من أهم المحاضرات الموجودة في نهاية هذا الكورس، حيث راح تفسر لنا كيفية إيجاد الانترفيشال مول فراكشن، وإن شاء الله بالجزئين القادمين راح نوجد كيفية حساب هذا الجزء اللي هي الانترفيشال مول فراكشن في حالة الميكانيكية الأولى والميكانيكية الثانية. بنهاية هذا الجزء نستودعكم الله، وإن شاء الله نلتقي بكم بالجزء الثاني والثالث من المحاضرة الثامنة.